مرحبا بكم جميعا. تعتبر مهمة التأكد من الحقائق إلى جانب حماية المصادر من دعائم الأخلاقيات الصحفية، وتتمثل هذه الأساسيات بمجموعة قواعد وواجبات تفرضها وسائل الإعلام على نفسها ضمن سياق عملها. وقد تم تكريس ذلك ضمن إعلان حقوق وواجبات الصحفيين المعروف بميثاق ميونخ عام 1971، والذي اعتمدته نقابات 6 دول أوروبية. ينص الميثاق على واجبات أساسية: حماية المصادر، احترام خصوصية الأفراد، منع الانتحال والتشهير، غير أن جميعها تنبع من الواجب الأول: احترام الحقيقة أيا كانت التداعيات، وعدم الإخلال في حق الجمهور في معرفة الحقيقة. إن مفهوم تدقيق الحقائق الذي يتمثل في تقصي صحة تصريح ما أو معلومة ما يعتبر أحد ركائز مهنة الصحافة، غير أنه لم يكن هذا الحال في السابق، أقله فيما يتعلق بهذا المصطلح. وكما تدل تسميته، استخدم تدقيق الحقائق كممارسة مهنية في بادئ الأمر داخل غرف التحرير الأمريكية، وبدأ تداول المصطلح ينتشر في العشرينيات. عام 1923 كانت مجلة تايم ماجازين أولى من ألف فريقاً من مدققي الحقائق للتحقق من المعلومات المذكورة في المجلة، والتي كان الكثير منها مخصصاً للاستقصاء. اليوم لا يزال هناك بعض مدققي الحقائق يزاولون مهنتهم على هذا النحو، خصوصاً لتأكد من المعلومات الواردة في التحقيقات البارزة، ولكن هذا المنظور التقليدي يضمحل في أيامنا ويستبدل بمفهوم أكثر شيوعاً اليوم. في التسعينيات شهد مفهوم تدقيق الحقائق التحول الأول، الذي حين بدأ بعض الصحفيين بالتخصص في هذا المجال عبر التحقق من تصريحات أهل السياسة رجالاً ونساءً مطلقين على أنفسهم صفة مدققي الحقائق. أما التحول الثاني فقد ارتبط بعاملين أساسيين: الانتشار الواسع للإنترنت وتاريخ 11 سبتمبر 2001. إن ظهور التكنولوجيا التي تجيز لأي شخص نشر أي معلومة كاذبة من دون الخضوع لمعايير السلوكيات الأخلاقية سبب في التناقل الهائل لتلك المعلومات الخاطئة. أما بالنسبة للاعتداء على مركز التجارة العالمي فقد أعقبه شتى أنواع نظريات المؤامرة التي كانت تغذيها حركة 9/11 Truth Movement التي شككت في الرواية الرسمية للحدث. وإزاء ذلك عمد صحفيون إلى إنشاء مواقع إنترنت مخصصة بالكامل لتدقيق الحقائق، مثل factcheck.org في 2003 أو politifact في 2007. برزت من بعدها عدة مواقع إلكترونية ناشطة في هذا المضمار: أفريكا شيك في أفريقيا 2012، جومانيك في إيران 2013، فتبيانو في العالم العربي منذ 2014، وبوم في الهند في العام ذاته، وتييت في تركيا 2016. ويقدر اليوم عدد المواقع الإلكترونية المتخصصة في تدقيق الحقائق ب 300 موقع في العالم، ويندرج عدد كبير منها ضمن الشبكة العالمية لتدقيق الحقائق التابعة للجمعية غير الحكومية بوينتر، التي تم إطلاقها عام 2015 لدعم تطوير هذه المنصات. يعتقد بعض الخبراء أن التركيز المفرط على الحقائق يعطيها أهمية قد لا تستحقها، وبتطوير أعمدة معدة خصيصاً للتحقق من المعلومات قد تعطي وسائل الإعلام انطباعاً بأنها لا تولي العناية الكافية لتقصي كافة الحقائق الواردة في موادها المنشورة. وهناك نقاد آخرون يراقبون بصورة متزايدة الفاعلية النسبية لمسألة تدقيق الحقائق. بالتالي إن مناصري حقبة ما بعد الحقيقة مقتنعون بأن تدقيق الحقائق أمر غير ضروري، لأن الحقيقة بحد ذاتها تتلاشى قيمتها في عالم تستحوذ عليه المعتقدات والعواطف. ومع ذلك، وكما رأينا، يجب أن يكون تدقيق المعلومات في صميم عملنا كصحفيين، ومن شأنه غالباً أن يعود بالنفع على المجتمع الذي يمتثل له.